يا شباب لا يفوتكم معرض جيمرز كون الشرقية، بيكون فيه أكبر بطولات الألعاب، ضيوف رهيبين وكوسبلاي وأكثر. تاريخ 28 إلى 30 مارس، لا يفوتكم، كونوا هناك. هلا والله فيكم. هذه الحلقة من خمس أشياء راح نتكلمكم عن خمس ألعاب سرقت أشياء من ألعاب ثانية، سواء من ناحية الأفكار أو الجيم بلاي. وحطوا ببالكم مو شرط أن اللعبة تكون سيئة. والحين قبل ما نبدأ لا تنسون اضغطوا اللايك واشتركوا بالقناة وخلونا نبدأ. أول لعبة معانا هي لعبة سبلنتر سيل اللي اصدرت عام 2002 من تطوير شركة يوبي سوفت. اللعبة هذه نجحت نجاح كبير وغير متوقع. أغلب مراجعات النقاد لكل أجزاء السلسلة كانت إيجابية. من أول إعلان لها الكثير قالنا راح تفشل بسبب التقليد الواضح لأسلوب التخفي في لعبة متل جير سوليد، لكن اللعبة صدرت ونجحت بسبب أفكارها واستخدمت المحرك أنريل اللي سمح المطورين أنهم يستغلون البيئة في التخفي، وحققت نجاح وطورت السلسلة وأثبتت وجودها رغم تفوق لعبة متل جير في جنرا ألعاب التخفي. لكن من بعد إصدار جزء بلاك ليست في عام 2013 اختفت السلسلة وما صلها أي شيء إلى الآن. الكثير متأمل أن يصدر لها جزء جديد خصوصا بعد التلميحات الكثيرة، وهمها وجود شخصية سام فيشر في لعبة Ghost Recon Wildlands. ثاني لعبة في القائمة معنا هي لعبة الهاكن سلاش بايونيتا من تطوير فريق بلاتيوم جيمز، وصدرت في 2009 لليابان و2010 للغرب. اللعبة نسخة طبق الأصل في طريقة الجيم بلاي والكاميرا للعبة دبل مكراي مع اختلاف القدرات والشخصيات في القصة. حتى مخرج اللعبة هيديكي كامية بنفسه قال انه كان يلعب ديفل مكراي 4 عشان تكون مرجع له. بالنهاية اللعبة اصدرت ونجحت نجاح كبير وتميزت عن سلسلة ديفل مكراي بشخصياتها وحركاتها. لعبة اهات ان تايم هي لعبة بلاتفورم من تطوير فريق الاندي جيرز فور بريكفست، صدرت على معظم الاجهزة في عام 2017 بعد الحملة الناجحة اللي صارت للعبة في موقع كيكستارتر. طبعا الجهاز الباقي حين تصدر فيه اعلن انها احتمال لان شاعه واكيد انها تصدر هي جهاز السويتش وراح يصدر في 2019. اللعبة كفكرة اساسية كانوا مستلهمين فكرتها من العاب بلاتفورم سابقة مثل بانجو كازوي وسوبر ماريو 64، لكن مع اصدار اللعبة تفاجئ الجميع بالتشابه الكبير بينها وبين لعبة ماريو جالاكسي من ناحية اختيار العوالم والقدرات والبيئات المختلفة. حتى تجميع النجوم صاير هنا تجميع حاجات ثانية، لكن بشكل عام اللعبة كانت ناجحة ومحبوبة لأي شخص يحب جنر البلاتفورم لأنها مصقولة وما فيها أي أخطاء تذكر، وأكيد لأنها كانت ممتعة ورسوم كانت تفتح النفس. لعبة دارك سايدرز هي لعبة هاكن سلاش من تطوير فيرجل جيمز، صدرت في عام 2010. اللعبة الكثير شبهها بلعبة God of War من بداية إعلان لها، الشخصية والأسلحة وحتى طريقة تحريق الصناديق والمقاطع السينمائية فيها. لكن صدرت اللعبة ونجحت نجاح كبير برغم الانتقادات اللي كانت عليها. تميزت اللعبة بعناصر RPG كثير اعتبر انها مزيج ما بين God of War وزلدة، وصدر الجزء الثالث منها في نوفمبر 2018 تكملة لقصة اللعبة. واخيرا معنا لعبة Castlevania Symphony of the Night. لا حد يزعل، احنا مو قاعدين نسب اللعبة، احنا قاعدين نقول ان هذه اللعبة سرقت افكار من لعبة ثانية. اللعبة هذه من تطوير شركة كونامي، صدرت عام 1997 وهي تكمل الجزء كاسلفينيا روندو اوف بلود. كانت شخصية اللعبة هي ألوكارد وتحاول تستكشف قصر دراكولا كاملا. اللعبة حققت نجاح كبير وكثير اعطاها لقب لعبة السنة في وقتها. لكن الشيء لاحظ الكثير هو فكرتها الواضحة والمقتبسة او مسروقة من لعبة سوبر ميترويد اللي صدرت على جهاز سوبر نينتندو. عشان كذا دائما الحين صار في مسمى جديد، حاجة اسمها مترويدفينيا، يعني لعبة شبيهة بكاسلفينيا مترويد، بحيث تكون في خريطة كبيرة تتمشى فيها أماكن مغلقة تجيها بعدين تحتاج قدرات خاصة تفتحها وتجيها مرة ثانية. الجيم بلاي وخصوصا الخريطة كلها أخذت من لعبة سوبر مترويد، وكيف أيضا انك تقدر ترجع لأماكن سابقة عشان تفتح باب معين ولك الحرية في اكتشاف المكان. وهذه كانت أبرز خمسة ألعاب جبناها لكم اليوم. اذكرونا بالتعليقات إيش الألعاب اللي أخذت أفكار من ألعاب ثانية تعرفونها ما ذكرناها في التعليقات، وأيضا إذا بغيتوا جزء ثالث لهذه الحلقة. كان معكم فهد الشيحة، يعطيكم العافية، مع السلامة. يا شباب لا يفوتكم معرض جيمرز كون الشرقية، بيكون فيه أكبر بطولات الألعاب، ضيوف رهيبين وكوسبلاي وأكثر. تاريخ 28 إلى 30 مارس، لا يفوتكم، كونوا هناك.